المجاملات الفارغة، وضن بلحظتك ويومك وليلتك، وأقبل على شأنك، فإن العمر قصير ولن ينفعك أحد، لأنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتسأل وحدك وتقف بين يدي ربك وحدك، فأنت مسؤول عن عمل. استثمر وقتك ولا تضيع دقيقة منه، ولا تكن كمن إذا جاءه هادم اللذات ومفرق الجماعات قال رب ارجعون. ولماذا يعود ويرجع؟ هل يبني دارة ويؤسس مسكنة؟ يعني لماذا يريد أن يعود؟ لماذا يريد أن يرجع؟ ليعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فأنت الآن ها هنا، يعني أنت ستصير إلى حال تقول فيها رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فأنت فيها لأنك لم ترجع، وأما الآن فأنت فيها، فهذا والله لا يفرط فيه إلا مجنون. ففيه هو الذي يفرط في هذا، يأتي عليه حال بعد يقول أرجعني لأعمل صالحا، أرجعني إلى الدنيا لكي أعمل الصالحات. فأنت في الدنيا معمل الصالحات، وأنت لا تطلب الرجعة، والأمر قريب لأنك لن ترجع. الرجعة مستحيلة والعود بعيد، فاعمل لهذا اليوم واستعد له، واعلم أنه لن يصوم عنك أحد ولن يصلي عنك أحد. فاعمل لنفسك وظن بحياتك الأخرى، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن الكافر يوم القيامة يقول متحسرا يا ليتني قدمت لحياتي، والتي كنت فيها هذه ما هي؟ ليست بحياة، هذا كالخيال، هذه الدنيا كالخيال الزائل، وكالطيف الحائل، وكالبرق العابر لا تبقى. إن أردت أن تبقي هذه الحياة وأن تظل فيها قائمة فجرب أن تقبض على الماء، لا تستطيع. فالذي يريدها باقية عنده فخابض على الماء خالته فروج الأصابع. نريد أن نخرج من مواضعاتنا ومما قد ألفته نفوسنا فيما يتعلق بأوقاتنا. علينا أن نظن بلحظاتنا ودقائق وثواني حياتنا. طلاب العلم خاصة هم أولى الناس بالحرص على الوقت. وابن الجوزي رحمه الله تعالى لما روى حديث إبراهيم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول أقرئ يا محمد أمتك السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان جمع قاع، وهي الأرض الفلاة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكلما قلت هذه الكلمات الباقيات الصالحات غرست لك في الجنة نخلة. فقال ابن الجوزي رحمه الله معلقا سبحان الله ما أكثر ما أضعنا من النخل، بأمر يسير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولكن أن أعذر المخذولين أسأل الله ألا نكون منهم، فإن الإنسان يعلم الخير وهو على يقين من طريقه وبصيرة من سبيله، ولكنه لا يستطيع أن يتحرك إليه حركة واحدة ولا أن يخطو نحوه خطوة واحدة، لأن ذنوبه قد قيدت ولأن آثامه قد أوثقت. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما